الدعاء ما هوش بالحفظ، وممكن دعوة واحدة تصدر من القلب. وأنا حكيت لكم قصة واحد زمان قال لي: يا أخي علمني دعاء أنزل أطوف على في الصحن في الكعبة وأقوله. قعدت أحفظه ويسمع ما يعرفش يسمع. قلت له: بقول لك إيه؟ قال لي. قلت له: تعرف تقول يا رب ماليش غيرك؟ قال: لا أعرف. قلت له: شوف مراتك عايزة إيه وقول يا رب حقق لمراتي كذا، وشوف عيالك عايزين إيه وقول يا رب حقق لعيالي كذا. ونزل والله، وأنا خدته معايا وطفنا بالكعبة، وقعد يقول له: يا رب ماليش غيرك. بس والله من حلاوة الدعوة اللي طالعة من لسانه، أنا والله سبت كل الأدعية اللي أنا حافظها، ومسكت حطيت إيدي على كتفه وقلت: يا رب ماليش غيرك، يا رب ماليش غيرك، يا رب. دعوة كاملة سمعت أشواط أقول له: يا رب ماليش غيرك، لأنها طالعة فعلا من قلبه وهو يبكي، وأبكاني بكاء شديدا. إن العبرة ليست بالحفظ، حفظ الأدعية فقط، إنما العبرة بالقلب الذي يدعو. نسأل الله أن يفتح علينا.